أن أنتقل إلى موفدنا من المنطقة الخضراء بدر الركابي، أهلا بك زميلي. ما هي آخر المستجدات حتى هذه اللحظة بدر؟ نعم ميعاد، يعني أبدأ معك من المستشفى فيما يتعلق بالقصف الذي تعرضت إليه المنطقة الخضراء خلال هذه الثواني. صدر بيان آخر لخلية الإعلام الأمني يتحدث عن تفصيلات القصف الذي كان بتسعة صواريخ نوع كاتيوشا. سقط الصاروخ الأول خلف دار الضيافة، والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي، أما الثالث فسقط على جامع ابن بنية، وأيضا سقط الرابع في باحة المحطة العالمية، وأيضا الخامس قرب بوابة الخضراء رقم 9، كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى، في حين أن هناك مناطق تكرر عليها القصف الذي أصيب فيه 3 أشخاص، أحدهم منتسف في الأجهزة الأمنية، وكذلك بالإضافة إلى تضرر عدد من العجلات المدنية والمباني. وإلى ذلك شرعت الأجهزة الأمنية بجمع المعلومات وفتح تحقيق حول هذا الموضوع. أيضا فيما يتعلق بما يدور لغاية الآن هنا داخل الجلسة، الآن في هذه الثواني بهذا العاجل الذي وردنا الآن، مجلس النواب يبدأ بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية. زميلتي، الآن مجلس النواب يبدأ بالتصويت السري لانتخاب رئيس الجمهورية، لا سيما وإن تحدثنا بأن عدد يعني الحضور وكذلك النواب الذين دخلوا إلى مجلس النواب الآن هم 269 نائبا. بالتالي نسمح خلال هذه الثواني أيضا جرس يعني التنبيه يقرأ هنا داخل مبنى البرلمان. نعم. عفوا، لإيضاح الرسالة للنواب بالدعوة للدخول إلى قاعة البرلمان. ما مدى حقيقة سحب ترشيح عمر البرزنشي؟ ما تزال هذه الأعداد داخل. هل تتوفر لديك معلومات حول هذه المعلومة؟ نعم زميلتي، تم تقديم طلب لسحب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئاسة المجلس من أجل السيد ريبر أحمد، بالإضافة أيضا إلى السيد عمر البرزنشي. بالتالي هذه معلومة هي مؤكدة، صدرت قبل دقائق قليلة من الآن، وآخر هي المستجدات نعيدها ببدء التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية. ان تحدثنا مثلا عن لغة الأرقام فيما يتعلق بالانتخاب، ما يحتاجه اليوم مجلس النواب خلال جلسته هو أغلبية الثلثين. أغلبية الثلثين تتحقق ب 220 نائب، الآن نتحدث عن حضور ب 269 نائب، بالتالي نحن تجاوزنا المطلوب يعني بعدد من النواب. بالتالي الآن الجلسة متاحة للبدء، وبالتالي هذا ما جعل البدء بالتصويت يبدأ الآن يعني التصويت للجولة الأولى. نتحدث عن 41 مرشح متواجد اليوم لمنصب رئيس الجمهورية. سيبدأ التصويت بالجولة الأولى للتصويت للأربعة للواحد وعشرين يعني مرشح اليوم لرئاسة الجمهورية، ومن ثم يتم فرز الأصوات. نعم. واحتساب من تم انتخابه وبيان من هو الأعلى، فسيتم اختيار الأعلى من 2 من 41 مرشحا والدخول بالجولة الثانية في حال إن لم يتمكن مرشح واحد بالحصول على 220 نائب. مثلا إن حصل أحد المرشحين على 220 نائب و220 تصويت، سيتم تكليفه مباشرة من الجولة الأولى. نعم. برئاسة الجمهورية ومنصب رئاسة الجمهورية، ولكن في حال أن لم يتمكن أي من المرشحين بالحصول على 220 نائب، فبالتالي نحتسب أعلى الأصوات ونتجه إلى الجولة الثانية لأجل انتخابات ثانية سرية لانتخاب أعلى الأصوات من المرشحين الاثنين. طيب، فقط أؤكد هذه المعلومة بأن 270 نائب حضروا هذه الجلسة، وهذا بحسب بعض النواب من داخل جلسة النواب. بدر، ابقى معي، ستوافيني بآخر المستجدات بعد قليل. شكرا جزيلا لك لهذه الإحاطة.